الحقيقة بيروا إنه مواجهة الأهلي مع الوداد المغربي هي بمثابة نهائي مبكر للبطولة، وليه لأ؟ والناديين الحقيقة يمكن تقابلوا في مسابقة 2017 أعتقد في نهائي دوري الأبطال، فالمواجهة تعتبر مواجهة مقررة في أقل من 3 سنين. ولكن مهم جدا مع حضراتكم، طبعا احنا عارفين فرقتنا كويس وعارفين ايه ممكن يكون نقاط القوة في النادي الأهلي وايه ممكن يكون النقاط اللي يعني ضعف محتاجين ان احنا نشتغل عليها الفترة اللي جاية عشان نكون جاهزين ان شاء الله لمواجهة قبل النهائي. الأهم من ده ان احنا نبقى فاهمين خصمنا كويس، ويمكن زي ما قلت لحضراتكم ان احنا مع جمهور السادسة في الفترة اللي جاية هنبتدي نستعرض كده شكل فرقة الوداد عامل ازاي، نحاول نقرب او اقرب جمهور السادسة من شكل فرقة الوداد الخصم اللي هيقابلنا فيه قبل النهائي. بداية عايز أطمن حضراتكم أنه الوداد مش بالفريق المرعب، صحيح الفريق من الناحية الهجومية بيمتلك خط هجوم قوي للغاية، لكنه على الناحية الدفاعية أعتقد أنه من الممكن وصفه بالفريق الهش. الكلام ده مش مجرد وجهة نظر، الكلام ده ترجمة لأرقام فريق الوداد في المسابقة المحلية السنة دي، وده اللي يمكن هنستعرضه مع حضراتكم بشكل كبير في الفترة اللي جاية. هنبتدي النهاردة بمجموعة من الإحصائيات المرتبطة بالمسابقة المحلية، هستعرض مع حضراتكم مشوار الوداد خلال الدوري لموسم 2019-2020. خلوني أقول لحضراتكم أنه الوداد لعب لغاية النهاردة 25 مباراة، قدر وترتيبه حاليا في الدوري المغربي رقم 2، حقق 49 نقطة، قدر يحقق 14 فوز وقدر يحقق 49 نقطة معلش و14 فوز وخمسة هزيمة وليه 42 هدف وعليه 23 هدف. زي ما قلت لحضراتكم 42 هدف، وهو بالمناسبة أقوى خط هجوم في الدوري المغربي، يعني يتشابه في النقطة دي مع النادي الأهلي، لكن من ناحية الدفاع يعتبر واحد من أضعف خطوط الدفاع في الدوري، وتلقى دفاعه وحارس مرماه 23 هدف. بيرجع ضعف الدفاع لأخطاء بشكل كبير جدا في التمركز في قلبي دفاع الوداد المغربي، ودول يمكن هركز عليهم بشكل كبير جدا، وكل مواطن الضعف في فريق الوداد المغربي هنركز عليها ونكشفها لحضراتكم في الفترة الجاية. وأيضا بيشارك في تحمل المسؤولية ضعف أو اهتزاز مستوى حراسة المرمى في فريق الوداد. زي ما قلت لحضراتكم الفريق عنده 49 نقطة، فاز 14 مرة، تلقى الهزيمة 5 مرات و6 تعادلات في مشوار الفريق. خلينا نروح لترتيب الهدافين. كازادي كاسينجو، وده واحد من أخطر المهاجمين في القارة الأفريقية، أهم وأبرز اللعيبة الموجودة في الوداد، هتكون موجودة برضو مع حضراتكم في السادسة على مدار حلقات في بروفايل، نركز كده ونفهم ايه هي اهم مفاتيح اللعب ومين اللعيبه اللي ممكن تكون مصدر خطوره على النادي الاهلي في خصوصا في المغرب. طبعا كازادي كازينجو ده لعيب من فيتا كلوب، وواحد من المهاجمين الحقيقه اللي بيتميزوا بالخطوره الشديده جدا. يمكن من اكتر الحاجات اللي لاحظتها فيه انه معظم او 90% من الاهداف اللي بيسجلها كاسينجو، بالمناسبه هو بيقدر يسجل وبيجيد ضربات الراس وبيجيد اللعب بالقدمين يمين وشمال. واكتر حاجه بتميز كازادي كاسينجو كراس حربه انه بيخلص الجول بلمسه واحده. يعني لو شفنا البروفايل بتاعه وهنتابعه مع حضراتكم بالتاكيد، هنلاقي انه 90% من الاهداف اللي بيجيبها كاسينجو هي اهداف اللمسه الواحده، قدر يحقق 7 اهداف وبيتصدر قائمه الهدافين في فريق الوداد. اسماعيل حداد لاعب يعتبر من اسرع اللاعبين الموجودين في المسابقه المغربيه، وبيتمتع بجانب مهاري عالي جدا ويجيد. وبالمناسبه اسماعيل حداد بيعتبر اكثر اللاعبين مساهمة في صناعة الأهداف وتسجيل الأهداف. إسماعيل حداد قدر يسجل 5 أهداف، أيوب الكعبي طبعا مهاجم بارز جدا وقوي جدا 4 أهداف، يحيى جبران مسجل 4 أهداف. نروح للستاتستكس اللي بعدها والإحصائية اللي بعدها، وليد الكارتي، دول فيما يتعلق بصناعة الأهداف. وليد الكارتي ده حكاية وحدوتة لازم نقف عندها بالتفصيل. وليد الكارتي واحد من أقوى لاعبين في فريق الوداد، وواحد من أكثر اللاعبين قدرة على صناعة اللعب ونقل الهجمة بسرعة شديدة جدا من لمسة واحدة، يجيد الحقيقة الاختراق من نص الملعب، مهاري لأقصى درجة ويتمتع بالقوة والسرعة مع المهارة، فلكوا أن تتخيلوا طبعا أنه يعني لعيب مهاري جدا يتمتع بالقوة والسرعة. دي تركيبة من النادر أو من الصعب أنك أنت تلاقيها وتدرك تماما حجم تأثيرها في فريق بطولات زي الوداد.
انا لما اتكلمت على الكعبي طبعا اتكلمت على مشاركته مع الوداد قبل ما ينتقل لهيبي فورتشن الصيني. وبالمناسبه في كلام كتير جدا على ايوب الكعبي انه راجع خلاص، يعني سمعنا طبعا انه في عروض جايه له من مصر، وسمعنا ان في عروض جايه له من تركيا، لكن يبدو الحقيقه كمان نتيجه لضغط جماهير كبير جدا في المغرب انه ايوب الكعبي راجع للوداد مره ثانيه. الكارتي زي ما قلت لحضراتكم ده فيما يتعلق بصناعه الاهداف، ولي الكارتي 4 اسيست، ايوب املود 3 اسيست، واسماعيل حداد اللي اتكلمت عليه في الاول وقلت انه من اكثر لعيبه الوداد تسجيلا وصناعه للاهداف، اسماعيل حداد 3 اهداف، وبديع اوك مسجل او سوري معلش بديع اوك عامل 3 اسيست، وهو لعيب حقيقه كمان برده متميز جدا. نروح للتسديد على المرمى، والحقيقه يمكن فريق الوداد بيملك اكتر من لاعب يعني بيتميزوا، او واحده من اهم مميزاتهم قدرتهم على التسديد من مسافات بعيده. بديع اوك 13 تسديده على المرمى، زهير المترجي 12 تسديده على المرمى، كذلك كاسينجو راس الحربه 10 تسديدات على المرمى، واسماعيل حداد الحداد 10 تسديدات على المرمى. فيما يتعلق بالتمريرات البينيه او ثرو باس، عندنا اكثر حد بيمد المهاجمين بالثرو باسز بديع اوك بنسبه تمرير 55 تمريره، ووليد الكارتي بيجي في المرتبه الثانيه 41 تمريره، اسماعيل حداد 33 تمريره، وبدر جدراني 26 ثرو باس. خليني بقى اقدم لحضراتكم في مقارنه كده بين اللعيبه اللي عندها قدره على صناعه الفارق، وده برده مش وجهه نظر، ده مرتبط بارقامهم هذا الموسم في نفس مراكز اللعب. طبعا احنا عندنا وليد سليمان يعتبر هو النجم الابرز في الموسم الحالي للنادي الاهلي، بيشغل مركز لاعب الوسط المهاجم، شارك في 26 مباراه. في مقابل عندي اسماعيل حداد وسط ملعب مهاجم ايضا، شارك في 16 مباراه فقط. وليد قدر يسجل 8 اهداف، اسماعيل حداد قدر يسجل 6 اهداف، او صناعه الاهداف ولا مشاركه، واسماعيل حداد ليه 3 اهداف. وبالمناسبه باستثناء فارق طول شويه، يمكن في اسلوب متشابه كبير جدا في اللعب بين اسماعيل حداد ووليد سليمان. فيما يتعلق بالتصويب على المرمى، وليد ليه 43 تصويبه على المرمى، بينها 21 بين يعني جوه الجول. عندنا اسماعيل حداد 24 تصويبه منهم 10 فقط جوه الجول. بالنسبه للتمريرات الصحيحه 315 تمريره بنسبه 80% من اجمالي عدد التمريرات ده وليد سليمان. الحداد 317 تمريره بنسبه 71% تمريرات صحيحه. التمريرات البينيه او ثرو باسز الصحيحه 10 لوليد سليمان 15 وليد حداد. وبكرر مره ثانيه، وليد حداد مع الكارتي مع كاسينجو بيعتبروا اهم ثلاث مفاتيح لعب في فريق الوداد المغربي. فاصل ونتواصل مع حضراتكم في السادسه.